معاكم كالمعتاد بمعلومه او نصيحه. النهارده جايبه لكم معلومه، ولانه منتشر بين قطاع كبير جدا خاصه من الشباب او من الناس اللي هم الهافي سموكرز او المدخنين الشرهين، بيبتدوا يلجأوا دلوقتي الى حيله يعني منتشره شويه، هي السجائر الإلكترونية. ولذلك أنا حبيت أن أنا أجيب لكم النهاردة دراسة حديثة جدا معمولة في سلسلة دراسات وأبحاث على مستوى العالم اتعملت على السجائر الإلكترونية، في مقارنة بينها وبين السجائر العادية. الطبيعي أنه دي المفروض أن هي أقل خطرا، ولكن حضرتك لازم تعرف التركيبة الكيميائية بتاعتها وتقدر تعرف إذا كانت فعلا هي مضرة ولا لأ، عشان دايما احنا بنقول إيه، ما ناخدش الحاجة على علتها يا جماعة. حتى الواحد بيقول لحضراتكم حاجة كده، فتشوا شوفوا الأخبار اللي الواحد بيقدر يوصل لها، فتشوا عن الدراسات عشان تقدروا تتأكدوا. فكرة إن أنا أنمي التفكير النقدي عندي ده حاجة مهمة جدا، سواء هي معلومة سواء حد بيقول لي خبر، أي حاجة لازم إن احنا نتأكد من صحتها، ولازم إن احنا نتابع وراها نشوف الموضوع أصله إيه. فيما يخص السجائر الإلكترونية، ناس كتير ابتدت تقول خفيفة، ضررها هين فأخدها بدل التدخين العادي. الدراسات أثبتت، ومؤخرا آخر دراسة اتكلمت إن هي وباء قاتل. تخيلوا حضراتكم وباء قاتل، لأنه الناس لما بتسمع إن هي حيلة مكان السجاير فبتبقى كثيفة التدخين عليها أكتر، وده اللي حذر منه المتخصصين في علم الصحة، على إنه هي بتعمل الكثير والكثير من التبعات السيئة على الصحة. ضررها صحيح أخف من السجائر العادية، ولكن التخوف من الجملة دي إن هي أقل ضررا من السجائر العادية، فبيبتدي الواحد يزود في التدخين فيها. فقالوا إنه التدخين بالسجائر الإلكترونية واحد على اللونج تيرم ما بين 20 ل 30 سنة بيعمل حاجة اسمها سدة رئوية، بالإضافة طبعا لأمراض القلب، دي حدث فيها ولا حرج فيما له علاقة بالدراسات الحديثة اللي اتعملت على التدخين الإلكتروني. الخلايا المناعية، ودي حاجة خطيرة جدا، بتاخدك لا نفق، مظلم جدا فيما له علاقة بالأمراض المناعية، فيما له علاقة كمان بأمراض الرئة. ربنا يحفظ الجميع طبعا، ولكن لازم ان احنا نكون واعيين احنا بنستخدم ايه. مواد كيميائية بتدخل للرئتين عندك، هي فكرة ان هي بتدخل نيكوتين عن طريق استنشاق الهواء ده، او المادة السائلة بيدخلها عن طريق الاستنشاق. فتخيل حضرتك قد ايه الرئتين عندك بتبقى مفتوحين، فبيبقى ضررها عامل ازاي. فطبعا روحوا بقى للدراسات اللي اتعملت على مستوى العالم، وتقدروا تشوفوا هم ابتدوا يفكروا في الموضوع ده ازاي. يعني مثلا سنغافورة، في تايلاند وسنغافورة الاثنين منعوا السجائر الإلكترونية، واستراليا على نفس الطريق. على الناحية التانية، أمريكا ابتدت تعي إنه في خطر داهم دلوقتي، بيحاولوا إن هم يكافحوه. ده لمين؟ لفئة المراهقين. ليه؟ لقوا شركة ابتدت ان هي تعمل دعاية بتجيب النجوم اللي المراهقين بيتشدوا لهم، فابتدوا ان هم يستعينوا بيهم، وابتدوا كمان يشتغلوا على الالوان والمذاق اللي بيتحط على التدخين الالكتروني، وهنا بقى ابتدوا يلعبوا على الكيف بتاع المراهقين وازاي هم يشدوهم، فابتدوا يعملوا عليهم دعوات قضائية. اخر دعوة قضائية للشركة اللي هي بتعمل التدخين والتدخين اللي له مذاق، وقعوا عليها عقوبة مالية عشان يبقى في تخليص قضائي بالنسبة لهم، 500 مليون دولار. ده آخر حاجة توصلوا لها في أمريكا عشان فئة المراهقين، وابتدت الشركة تعدل حتى من أسلوب دعايتها عشان هذا الأمر. فلذلك احنا لازم ان احنا نعي الخطر بالنسبة للناس اللي ابتدوا يتجهوا إلى التدخين الإلكتروني، لأنه الجملة ان هو أخف ضررا من التدخين العادي، فلازم حضرتك وحسب الدراسات ان هي بتقول ان دي المفروض تكون مرحلة انتقالية وليست هي الأساس بالنسبة لك. مرحلة انتقالية علاجية، لو انت عندك فعلا نية ان انت تتخلص من التدخين تماما، لكن ان انت ما تتخذوش وكمان تدخنه بكثافة عن التدخين العادي، عشان هيبقى له أضرار وخيمة. ربنا يحفظ حضراتكم.